تعرف ان في مصر اكتر من 4 مليون مصري من السم والبكم عايشين معانا، وكلهم ليهم احتياجاتهم وطلباتهم. عشان نسهل حياتهم عملنا مركز اتصالات طريقنا واحد، كول سنتر بيجمع بين اصحاب المشاريع والخدمات الصديقة للسم والبكم والمتطوعين والاهل، عشان يسهل على السم والبكم حياتهم ويوفر لهم احتياجاتهم وكمان يوفر لهم فرص عمل. ازاي؟ عن طريق كول سنتر طريقنا واحد. مقدمين الخدمة يقدروا يقدموا خدماتهم للسم والبكم، لأن الكول سنتر بيقدر يربطه مع خدمة عملاء صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، فبيقدر المستخدم من السم والبكم إنه يتواصل ويتفاعل ويعمل طلب بكل سهولة. وكمان يقدر المستخدم يعرف أقرب الأماكن اللي فيها خدمات صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. والتطبيق بيساعد في تحديد موقع المعاق ذهنيا على الخريطة، وبيسهل وصول أهله ليه. وبيتيح التطبيق طلب خدمة الطوارئ الحيوية زي الإسعاف والمطافي أو الخدمات اليومية زي الأكل والدواء، ويقدر يوصل لأقارب المتطوعين ومقدم الخدمات بالشخص اللي محتاج ليها. اعرف أكتر عن مشروع طريقنا واحد، اتصل بينا.